إذا سلمت تسقط سجود السهم دون سلام. الله يجزاك خير. الله يمسيكم بالخير يا شباب. كلنا مقصرين، نحتاج البركة، نحتاج التوفيق، نحتاج يعني الصحة، نحتاج العافية، نحتاج يعني أن الله يبارك لنا في حالنا، في مالنا، في رزقنا. فوقف في البلد الحرام ولجر فيه مضاعف، وكلنا نقدر على الشيء ذا. فسهم 300 ريال تكفل لك أجر عظيم. ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، والمؤمن في ظل صدقته، وصدقتك تنجيك يوم ما ينفعك إلا العمل الطيب والشيء اللي قدمته. نسأل الله العلي العظيم سلطان الكريم أن يحرم وجهنا وجهكم عن النار، وأن الله يتم هذا الوقف. وأبشركم شارة أن الوقف أخونا مثل اليوم علمنا وصل إلى 40%، اللهم لك الحمد، وإن شاء الله أن الله يتمه على أكمل وجه. وأشكر السفراء اللي قبلنا، فالله منهم نتعلم ونمشي على أخطائهم، والله يوفقنا وياهم مميز. والدي جزاكم الله خير.